السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا جماعة، معكم أخوكم نواف السويد، عدنا والعود أحمد بإذن الله. بداية حاب أقول اللهم انصر أخواننا في غزة وارحم شهدائنا وشهداء المسلمين بإذن الله، وتقبلهم قبولا حسن واجمعنا معهم في العليين يا رب العالمين. اليوم راح نتكلم عن الجهاز اللي ما بعده جهاز، أنا هذا كذي صنفته كيفي كيفي. فاليوم راح أتكلم معاكم عن هل هذا الجهاز يسوى انك تنتقل تروح لتشتري ما تشتري، شنو شفت فيه من خلال تجربتي. انا صار لي اسبوعين قاعد استخدم هذا الجهاز، فراح اعطيكم تجربتي معاه وشنو اللي شفته في هذا الجهاز. عشان اختصر لكم الموضوع وما نطول السالفه، اذا الجهاز اللي عندك حاليا مكفيك وموفي شغلك وما قاعد تعاني من اي مشكله وما في عندك ولا لا بس يعني ودك تاخذ الام 3 لان جهاز جديد، فقط نصيحتي لك خلك على جهازك ولا تغير إلا لما تشوفه فعليا يكح، لما يبدي يكح وما يقدم اللي أنت تبيه حول إلى الأمثري أو الجهاز إذا كان في أجهزة جديدة راح تنزل. فراح أكلمكم عن هذه التجربة وليش أنا أشوف بأن ما بعد هالجهاز جهاز. وحق الناس اللي عندهم أموان أو عندهم أمتو توا شهرين، مأدي الغرض، قاعد يأدي كل الأشياء اللي أنت تبيها، مثل ما قلت لك لا تفكر تاخذ جهاز جديد او تنتقل الى الامثري. اما الناس اللي جهازه الحين قاعد يكح خلاص ما قاعد يوفي معه، كان ماخذ جهاز 8 جيجا رام 16 تو مبلش ما هذا اوكي، ناس عندهم ويندوز بينتقلون الى نظام الماك ام اوكي، ناس عندهم ماك بوك بمعالج انتل الذي عفى عليه الدهر، انت ارجوك خليك معي، ارجوك تابع معي الفيديو. هذيل اللي ينتقلون الى الامثري، والناس اللي عندهم ام 2 ام 1 ويبي يشتري جهاز وما يشتري بعد الجهاز يشتري ام 3 اوكي. فنعيد بشكل سريع علشان نخلص حق الناس اللي يبون التخليص. جهازك ام 1 ام 2 برو ماكس وما في عندك اي مشاكل وقاعد يشتغل معاك، خليك عليه سنه سنتين بعدين بدله. ما عندك ماك، عندك ويندوز تبي تنتقل للماك، عندك ام 1 وام 2 ولكن قاعد يكح وقاعد خلاص بس يلفظ انفاسه الاخيره، عندك ماك بوك بمعالج انتل، ما عندك كمبيوتر وتبي تدخل في هذا العالم، ارجوك اخذ الام 3 وارجوكم ام برو او ام 3 ماكس. منو ياخذ الام 3؟ اذا تبي الاي ماك تحطه كذي ويؤدي الشغل ممتاز، اي ماك تحطه على المكتب شيء حلو يمشي لك الشغل، شغل مكتبي، ايميلات، فيديو اديتنج خفيف. انا ما بيتكلم وايد لان كثير من الفيديوهات اللي شفتها ريفيوات عن الماك فيديو اديتنج وتعديل فيديو ما شنو هذا خلاص ما مو مهم اشياء ثانيه، دراسه حق الطلبه، كمبيوتر حق اهل البيت الكل يشترك فيه الكل يستخدمه يؤدي الغرض، اي ماك ام 3 انتهى الموضوع سعره رخيص. ماك بوك 14 انش ام 3 حق الناس اللي تبون توهم يبون يدخلون او يبون جهاز ماك بوك رخيص يتعلمون عليه يؤدون مهامهم، حق الدراسه حق الطلبه، حق موظفين بس يعني يبي بحق برزنتيشن وباوربوينت وحق وورد وحق اكسل وهالسوالف هذه البسيطه، يبي يلعب جيمز خفيفه لطيفه مو راعي ري تريسينج وهالسوالف، لا انه يبي يستانس ام 3 العادي 14 انش يؤدي لك الغرض، سعره تقريبا 550 دينار، سعره معقول على المواصفات والجهاز اللي قدم لك اياه. الحين اخوي تعال لي على البرو وعلى الماكس. انا اللي كان عندي مثل ما قلت لكم الام 1 ماكس كان عندي اعلى مواصفات ما عدا سعه التخزين، كانت 2 تيرا لا 4 ولا 8، فكان شيء عظيم في ذاك الوقت. خذيت الام 3 ماكس، ركز معي اخوي، 16 كور المعالج سي بي يو، 40 نواه وحده المعالج الرسوميه الجي بي يو، 128 جيجا اليونيفايد ميموري، 8 تيرا سعه التخزين. اذوني قام تعورني هذا الجهاز لما وصلني، قعدت اطالع انه يعني هل راح اسوي ريفيو على كل هالمواصفات عشان اوريكم والله الاديت شلون يسوي اديت فيديو، ما لا 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 وايد وايد اوفر هذا الشيء انه يكون على هذا الجهاز فقط. فحاولت ان انا اروح للاكسترا مايل اشوف شنو القدرات اللي ممكن الانسان يستخدم فيها 128 جيجا حق اليونيفايد ميموري. طبعا اليونيفايد ميموري معناته ان عندك ال 128 جيجا هذه حق السي بي يو وحق الجي بي يو، ما راح تلاقي اي ديديكيتد جي بي يو يوصل سعه الرام حقه الى 128 جيجا، ولكن بالماك ممكن ان انت تحصل اللابتوب ام 3 ب 128 جيجا اليونيفايد ميموري، ب 96 جيجا
48 جيجا ب 36 جيجا 38 جيجا يبلش من الام 3 وايضا في عندك ال 16 جيجا يبلش وال 24 ففي عدد كبير من الخيارات اللي موجوده ولكن نصيحتي حق اللي يبي ياخذ بلشوا من ال 16 واعلى اذا كنت تبي تلعب جيمز تبي هذا 16 واعلى 8 حق مبتدئين وناس توهم بلش نرجع الحين عشان ما الخبط المواضيع لان انا وايد قاعد اشد عن الموضوع الرئيسي وهو ان هذا الجهاز انا اشوفه انه هو اخر جهاز ممكن استخدمه او اشتري كلابتوب وممكن يكون اخر جهاز اي انسان يشتري فيه لابتوب بعده يمكن ما تحتاج تشتري لابتوب ليش قاعد اقول هالكلام بسبب المواصفات اللي موجوده فيه والقدرات اللي ممكن يقدم لك اياها صح ممكن تحس ان سعره عالي سعره غالي سعره وايد اوفر ولكن لما تفكر فيه ان انا بقط المبلغ هذا على جهاز ممكن يقعد معاي اقل شيء 8 سنوات 10 سنوات ويمكن بعدها ما اشتري لابتوب ما اشتري كمبيوتر لانه خلاص راح ندخل في عالم ثاني ما نحتاج فيه كمبيوتر فهذا ممكن يكون فعليا اخر كمبيوتر ممكن اشتري في حياتي جربت فيه الفيديو اديتنج وايد قوي جربت فيه الجيمز لان هذا بالنسبه لي يعتبر اول جهاز ماك بوك فعليا اقدر اقول يو كان بلاي جيمز تقدر تلعب جيمز على هذا الجهاز بالمواصفات اللي موجوده فيه لان الام 3 برو والماكس يعتبر اول معالج تقدمه ابل في الري تريسنج بالهاردوير وكذلك المش شيدنج بالنسبه حق الناس اللي يلعبون جيمز هذا راح يكون شيء وايد كبير ومو بس الناس اللي يلعبون جيمز الري تريسنج راح يفيد كثير من الناس اللي يعتمدون على الجرافيكس و يعتمدون على الرسومات واستخدام البرامج الرسومية في الجهاز فعلى سبيل المثال الناس اللي تشتغل بالتصميم الداخلي المهندسين المعماريين الناس اللي تشتغل على الأفلام وتعديل الألوان الناس اللي تشتغل على التصميم الصناعي وعلى الـ 3D الناس اللي في المجال الطبي مثلا اللي يستخدمون الأكس ريز والسوالف هذه أو الناس اللي بالعلوم والهندسة نفس الأوتوكاد وبرامج اللي هي تقيس مثلا الظروف الفيزيائية أو الكواكب أو ما شابه إلى ذلك بالإضافة إلى الناس أو المطورين اللي يشتغلون على الواقع المعزز الواقع الافتراضي هذيل كلهم يحتاجون إلى أجهزة تساعدهم في عمل أو مشاهدة أو تشغيل البرامج اللي تعتمد على الرسومات بشكل سلس وسريع ويعتمد عليه هذا الجهاز بفضل مثل ما قلت لكم الري تريسنج بالهاردوير وكذلك المش شيدنج بالهاردوير وايضا شيء جديد انضاف انا ما سمعته من قبل وهذا يعتبر بريك ثرو او انه يعني طفره في عالم المعالجات وهو الدايناميك كاشينج الذاكره التخزينيه المستخدمه للتطبيقات ولكنها تكون ديناميكيه فهي متغيره وليست ثابته فعندنا احنا في عالم الكمبيوتر ان لما تشغل برنامج بالكاشينج يحط في الذاكره بعض الملفات علشان هذه تشتغل ويشغل لك البرنامج بكل سهوله ولكن الحين الدايناميك كاشينج الجهاز راح يوازن نفسه بحيث ان كل تطبيق يحتاج ذاكره اعلى راح يشتغل واللي ما يحتاج راح يوقفه راح يطفي هذا يشغل هذا فهذا الشيء راح يساعد على تسريع نقل البيانات وكذلك تشغيل التطبيقات وسرعه عملها وكذلك تفاعلها مع المستخدم والأوامر اللي يقول له إياها فهذا الشيء بهذا المعالج يعني يعتبر طفرة المعالج هذا الـ M3 Pro والـ M3 Max هذه بعض التغييرات اللي موجودة فيها بالإضافة إلى وجود الـ AV Encoding أو الـ AV1 Encoding هذا الشيء راح يساعد على تشغيل خدمات الستريمينج نتفليكس وبرامج وأي شيء ستريم فيه محتوى Apple TV Plus هذه التطبيقات راح تشتغل معك على البطارية على الشاحن وراح يكون الاستهلاك قليل وما راح ياخذ كميه كبيره من الرام ولا راح ياخذ كميه كبيره من الطاقه ولا راح ياثر على الجهاز ويخليه يحتر ويصير حر فراح يشتغل معك بكل اريحيه تبي تطالع فيديوهات اوكي تبي تلعب جيمز اوكي تبي حق الاشياء اللي ذكرتها هم اوكي فالجهاز هذا يعتبر الاول من نوعه كمعالجات ابل اللي تقدمها الاول من نوعه الام 3 كحجم كمواصفات كاداء وكذلك استخدام سواء كان على البطارية أو على الشاحن نقطة بس حبيت أذكرها خلال تجربتي لهذا الجهاز استخدمت أكثر من شيء وجربت أكثر من شيء علشان أشوف شنو اللي ممكن أنا أستخدمه وأستخدم 128 جيجا من الرام شنو اللي وصلت لبس أن أنا قمت أحط AI Models Local على الجهاز حطيت لاما حطيت Stable Diffusion قعدت أجرب
فعليا هني بلشت احس ان الجهاز قام يحتر، الجهاز بدا ياخذ، بس لا صار بطيء ولا حسيت في مشاكل، كل شيء كان شغال سموث وسريع. بالفيديو اديتنج كان طياره. البرامج اللي كنت استخدمها على سبيل المثال، عندي برنامج اسمه اوتوبود لتقطيع المقاطع، برنامج البريمير ادوبي بريمير، كان سريع وممتاز عندي في الماك ام 1، ولكن على هذا انا ما قمت الحق اخلص الجمله وهو مخلص التقطيع، فسرعه كبيره حتى في البرامج اللي مو من ابل نفس مثلا ادوبي بريمير، فشيء وايد وايد قوي. كذلك جربته بالجيمز. بالجيمز طبعا في اداه اكتشفتها اسمها كروس اوفر، هذه تشغل لك حتى الالعاب اللي تشتغل بس على الويندوز تقدر الحين تشغلها على الماك وتستمتع فيها بشكل قوي جدا، بالاضافه الى الدعم الجديد اللي موجود في نظام السونوما، نظام الجيم مود، الالعاب اللي الحين المطورين بلشوا ينزلونها بسبب دعم متل للكروس اوفر ونقل الالعاب من عالم الويندوز الى عالم الماك. فالحين راح تلاقي بان عندك الالعاب راح تكون نيتيفلي شغاله، عندنا ريزيدنت ايفل موجوده، في عندنا لايز اوف بي اسمها اللعبه، جباره، شيء قوي، الجرافكس قوي، تجيب اليد تقعد تلعب تستمتع. وايضا جربت العاب ثانيه، كان من اماني ان انا العب هذه الالعاب فقدرت ان انا العبها على هذا الجهاز. المشكله اللي واجهتها هي لما انت تسوي هذا كله على البطاريه، البطاريه راح تطير بالضبط، راح يعني هي تتعامل معك كأن ماي مغلي على شوله، تتبخر. انسى الموضوع 100%، تشغل اللعبه ربع ساعه البطاريه صارت 40%. لذلك ونصيحه اخويه، اذا انت حاب ان هذا الجهاز اذا بتاخذه سواء كان ام 3 برو ام 3 ماكس يقعد معك لفتره طويله، اقل شيء 5-6-7 سنين، ارجوك ونصيحه كل ما تشوف مكان فيه بلاك حطه وشغل الجهاز على البلاك، لا تشغله على البطارية إلا في الأوقات اللي أنت ما يكون في عندك شاحن وتستخدم الجهاز بدون شاحن، ولكن في جميع الأوقات أرجوك استخدمه على الشاحن. أولا راح تحافظ على البطارية وتطول عمرها، ثانيا ما راح تستهلك بطارية كثيرة أو ما راح تستهلك عدد دورات كبيرة من البطارية، فراح تطول معك أكثر ويطول عمرها أكثر، فبدال تخلص معك 3 سنين 2 سنين وتبدلها وتصير لويا وتحتاج جهاز جديد واللويا هذه كلها وأبل غيرت وما أدري شنو وتبطل الجهاز، بعد 5-6 سنوات عمر البطارية راح يظل ممتاز عندك، وكذلك أداء الجهاز راح يكون ممتاز. وإذا كنت مثل ما قلت لك تبي جيمز، تبي تشغل AI، تبي تحط مودلز موجودة عندك، تبي برامج حق الشغل، هذا الجهاز يقدم كل شيء. أنا عن نفسي الحين صار لي أسبوعين قاعد أستخدم الجهاز، فعليا نسيت الجهاز اللي عندي الأمون، وفعليا قاعد أشوف بأن هذا الجهاز اللي ما راح أحتاج جهاز بعده. فإذا كنت من الناس اللي نفس حالتي أو إذا تبي كذي، يا أنك تجمع الحين أو إذا عندك تقدر تطق هذا الجهاز. قبل كنت أشوف 8 تيرا، إيش بتسوي بالثمانية تيرا؟ 128 جيجا إيش بتسوي فيها؟ حاليا صح ما راح تسوي فيها ولا شيء، نفس ما خذيت 64 جيجا في عام 2021 لما نزل، إيش بسوي بال64 جيجا؟ ولكن 2023 AI صار عندنا، الجيمز صارت تشتغل، عندنا برامج سعة أو طبيعة عملها الحين زادت، الفيديوهات قبل كنا نستخدم Full HD الحين 4K و8K وتحط وتسوي وإفكتات، فقام يستهلك كثير من الرام، فاللي كنت أستخدم فيه تقريبا 32 جيجا من الرام قمت أستخدم فيه 48 أو أوصل إلى 50 جيجا من استخدام الرام، فقرب يم ال 64، لو بعطيه بعد 1-2 سنين ممكن اوصل الى الليمت مال ال 64، فال 128 ممكن الحين الناس تشوف ان انا ماني بحاجتها. وفعليا اذا انت عملك ما توصل ربع اللي انت ماخذه، لا تفكر بهالرقم، مثل ما قلت في ارقام تحته، في 96 في 40 وفي 16 او 18 جيجا، فانت ممكن تاخذ هذيل، وال 24 ممكن تاخذ الساعات اللي تناسبك لعملك، تسوي بس فيديوهات اديتنج او تبي تتعلم، تسوي مثلا برامج يعني مواقع، ما مواقع السوالف 32 او 40 جيجا 64 جيجا مناسب، لا تفكر بال 96 ولا 128. ولكن اذا مثلا انت ديفلوبر تبي تسوي ديفلوبينج الحين حق الاي اي، تبي تحط مودلز لوكال على الجهاز، تبي تشتغل هيفي وتبي جهاز يدوم معك سنوات طويله، انا اشوف ان هذا الجهاز فعليا حاليا مناسب جدا. وايضا راح يكون استثمار، انك الحين فعليا راح تقط فلوس وايد، تقريبا سعره يمكن خلينا نقول يوصل ل 2400 دينار، وايد
بس 2400 دينار على 10 سنين ما اشتري فيها بعدها لابتوب، نعمه والله نعمه لو بفكر فيها كاستثمار. انزين ختاما، الهاردوير نفس الماك بوك الام 2 والام 1 ما تغير، اللهم الشاشه زادت 100 نت فالبرايتنس راح يزيد شويه عندك، مو وايد شويه راح يزيد. اما الاشياء الثانيه فهي كلها في هذا المعالج وطريقه عمله واستخداماته. فاذا كنت تبي تشتري اخر لابتوب في حياتك وما تشتري لابتوب من بعده، ام 3. اذا كنت تبي تدخل في عالم الماك وتنصدم، ام 3. اذا تبي اول جهاز من ابل تقدمه تقدر تلعب عليه جيمز بأريحية وتستمتع بالألعاب، أم 3. إذا تبي لابتوب متنقل يعطيك أداء الديسكتوب بشكل وايد قوي جبار، أم 3. هذا اللي أقدر أقوله عن هذا الجهاز العظيم جدا، أنا مستمتع فيه جدا. ها نسيت أقول لكم، لأن بالنسبة لي حطيت الكفر ونسيت اللون الأسود سبيس بلاك، وايد جميل، وايد الناس تشوفه فيه، بس لانه وايد غالي خفت عليه اخوي، حطيت الكفر وسكرين بروتكتر وحطيت بروتكتر على هذا. في ناس، وفي واحد دز لي ليش مخرب جماله بهذا، لان اخوي يشوي فالجميل تحافظ عليه ما تخليه كذي، يعني عرفت شلون؟ ليه ما يروح الجمال شوي تبدي تشيل سكرين بروتكتر، ولكن في البدايه اخوي كذي لازم تحط حماية، كأنك شاري سيارة جديدة، تطلع حماية وهذا بعد 5 سنين تنتهي الكفالة ولا تفكر فيها. نفس الشيء نحافظ على هذا الجهاز اللي نستمتع به ونقدم كل ما يفيدنا في هذه الحياة. شكرا لكم، إن شاء الله راح يكون في مقاطع كثيرة راح أنزل فيها شلون تنزل وهذا كله، تابعوني في إنستغرام لأن المقاطع هناك أسرع وأحسن. يوتيوب صار وايد يحتاج أن أنت تقعد، ولكن عائدون إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسون إذا هذه كانت زيارتكم الأولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع أول بأول، وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي، تسعدني متابعتكم. بس حبيت أقول لكم ختاما بأن كل ما رأيتموه تم تصويره بواسطة الآيفون 15 برو ماكس والتعديل على جهاز الماك بوك أم 3 ماكس. شكرا لكم ونراكم في المقاطع القادمة. ومع الله.